بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن كلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه كلامه لا كلام غيره، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. لا شك أن الإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن صفاته الكلام، فالكلام من صفات الله عز وجل أنه يتكلم حقيقة متى شاء وإذا شاء، ونوع الكلام قديم لا بداية له ولا نهاية له، وأما أفراد الكلام فإنها محدثة، فالجنس قديم، وأما أنواع الكلام فإنها محدثة في كل وقت بحسبه، فإن الله تكلم في الأزل وكلم موسى وتكلم بالقرآن، ولا يزال يأمر وينهى سبحانه الأوامر الكونية، يأمر الملائكة، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا باستمرار، فلا حصر لكلام الله عز وجل، نوعه قديم، وأما آحاده فإنها تكون محدثة كسائر صفاته الفعلية، الخلق والرزق وسائر الصفات الفعلية، هذا نظامها، نوعها قديم وآحادها محدثة. فصفة الخلق لله عز وجل قديمة، أنه يخلق سبحانه وتعالى متصف بذلك في ذاته، ولكن آحاد الخلق تتجدد، لا يزال الله يخلق ويوجد الأشياء شيئا بعد شيء، لا يزال خلق الله يتكرر، الله يخلق دائما، فآحاد الخلق تتجدد، أما جنس الخلق ونوع الخلق فإنه صفة قديمة لله عز وجل. كذلك الكلام نوعه قديم، وأما آحاده فإنها تتجدد حسب مشيئة الله، تكلم في الأزل وتكلم حيث شاء سبحانه، ويتكلم يوم القيامة، فآحاد الكلام تتجدد وتحدث منه سبحانه وتعالى كسائر أفعاله على هذا النمط. فالكلام صفة فعلية، والله جل وعلا وصف نفسه بالكلام في آيات كثيرة كما سبق نموذج منها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلكم قال الله من قبل. فالله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه ووصف نفسه بذلك، ووصف القرآن بأنه كلامه منزل منه سبحانه وتعالى، أخبر أنه منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل وإنه لكتاب، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منزل من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها أن القرآن منزل منه سبحانه وتعالى. ففي آيات أخبر أنه كلامه وأن الله تكلم به، وفي آيات أخرى أخبر أنه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك كله على إثبات الكلام لله عز وجل حقيقة وأنه يتكلم حقيقة. أما كيفية الكلام، كيف يتكلم الله جل وعلا، فهذا لا نعلمه، مثل سائر صفات لا نعلم الكيفية، وإنما نثبت الصفة لله كما أثبتها لنفسه، وأما الكيفية كيف يتكلم فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كلامه جل وعلا ثابت، تكلم فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله، والزبور الذي أنزله على داود كلام الله عز وجل، جميع الكتب السماوية كلها كلام الله عز وجل تكلم بها وحيا وأنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، ورسله بلغوها للناس. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الله جل وعلا يوصف بالكلام، وأن الكتب التي نزلت على الرسل كلها كلام الله سبحانه وتعالى، فيها أوامره ونواهيه وشرائعه وأخباره ووعده ووعيده، أنزلها لهداية الخلق وأمرهم ونهيهم وبيان ما ينفعهم وما يضرهم، رحمة منه سبحانه وتعالى. هذه الكتب فيها رحمة وفيها شفاء، فيها نور وفيها هداية للناس، لو تركهم بدون هذه الكتب لظلوا، كيف يعرفون الحق؟ لو وكلهم إلى عقولهم لظلوا، لأن عقولهم قاصرة، ولكنه برحمته سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب فيها الهداية والرشاد والشفاء من الضلال، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وأعظمها القرآن المشتمل على هداية الخلق وبيان ما يصلحهم ونهيهم عما يضرهم، وفيها الأخبار الماضية والمستقبلة والغيوب التي أخبر الله تعالى عنها مما يتعلق بمصالح العباد، فهو أعظم كتاب طرق العالم. القرآن هو أعظم كتاب طرق العالم، ما نزل مثله، هو أعظم الكتب وأشملها وأعظمها، وهو كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليس قبله شيء يكذبه وليس بعده شيء يكذبه، فهو حق من عند الله عز وجل، أخباره صدق وأحكامه عدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، وهو السميع العليم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين القرون المفضلة ومن تبعهم، هذا مذهبهم، إثبات الكلام لله عز وجل كسائر صفاته، وأن الكتب التي نزلت على الرسل هي كلامه، نزلت منه سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله لا كلام غيره، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ بمعنى أنه نزل من الله جل وعلا وأن الله كلم به، وإليه يعود، قيل معناه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن كما صح في الأحاديث من علامات الساعة وقرب قيام الساعة، يرفع القرآن فيسرى به من المصاحف ومن صدور الناس فلا يبقى قرآن على وجه الأرض، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله، حينما لا يكون في الأرض من يقول الله الله، حين ذاك تقوم الساعة. فمعنى إليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء لا في المصاحف ولا في صدور الناس.
يرفع في ليلة واحدة، يصبح الناس وليس هناك قرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا معنى إليه يعود. وقيل معنى إليه يعود يعني ينسب إليه جل وعلا، فيقال كلام الله، فيقال كلام الله فينسب إليه، منه بدأ وإليه يعود يعني ينسب إليه حقيقة، ويقال كلام الله عز وجل، والمعنيان متقاربان ولا تنافي بينهما، فهو ينسب إليه وأيضا هو يرفع في آخر الزمان كما في الأحاديث. وأن الله تكلم به حقيقة، رد هذا رد على من يقولون ينفون الكلام عن الله عز وجل ويقولون إن الله لا يوصف بالكلام وإنما إضافة الكلام إليه من باب المجاز، وهذا القرآن مخلوق، فمعنى أنه كلام الله أن الله خلقه في غيره، فكلام الله عندهم مخلوق، ومن ذلك القرآن يقولون إنه مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. فالجهمية نفوا الكلام عن الله جل وعلا كما نفوا سائر الأسماء والصفات عن الله عز وجل، هذا مذهبهم الخبيث الباطل والعياذ بالله، أنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته ومن ذلك الكلام، فقالوا لا يجوز أن يوصف بالكلام، ونسبة الكلام إليه كما في قوله حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقولون هذه نسبة مجازية مثل نسبة المخلوق إليه، مثل نسبة الناقة ناقة الله ونسبة بيت الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، وأن الله خلق القرآن خارجا عنه، خلقه في غيره، فنسب إليه نسبة مخلوق إلى خالق، وهي نسبة مجازية، وإلا فهو كلام غيره لا كلامه هو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا قول الجهمية، وليس هو حكاية عن كلام الله كما تقوله الأشاعر كما تقوله الكلابية. الكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من علماء الكلام، وهو أخ ليحيى بن سعيد القطان المحدث، يحيى بن سعيد القطان هذا محدث وإمام جليل، أخوه عبد الله بن سعيد هذا هو إمام الكلابية، لقب بالكلاب لشدة خصومته وجداله، فلقب بالكلاب، فقيل عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا الرجل صار مذبذبا لا هو مع الجهمية ولا هو مع أهل السنة، يقول الله يوصف بالكلام النفسي، فكلامه معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، معنى قائم بنفسه، لكنه لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما هذا المعنى في نفسه سبحانه وتعالى فقط. وأما هذا الكلام فإنه حكاية عن كلام الله، حكاية عما في نفس الله. من الذي حكاه؟ قال جبريل أو محمد حكى هذا الكلام عن الله، عن المعنى القائم بذات الله جل وعلا. فهو يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله القائم في نفسه سبحانه وتعالى. فالحروف والألفاظ مخلوقة عنده، أما المعنى فإنه غير مخلوق، هو من عند الله، المعنى من عند الله، أما اللفظ والحروف فهي مخلوق، وهي حكاية عن كلام الله عز وجل. فهذا القرآن الذي بأيدي الناس هذا حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله بمعنى أن الله تكلم به، هذا مذهب الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أو عبد الله بن سعيد كلاب كذا، ثم كلابا لشدة جداله وخصومته. وأما الأشاعرة اتباع أبي الحسن الأشعري نسبة إلى الأشعر قبيلة من اليمن، ينسب أنه من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالحاصل أنه من الأشعريين قبيلة باليمن، فنسب إليهم وقيل الأشعري. فأبو الحسن الأشعري رأيه قريب من رأي ابن كلاب، إلا أنه يقول إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، في نفس الرب سبحانه وتعالى، وأما هذه الألفاظ والحروف فهي عبارة عن كلام الله عبر بها جبريل أو محمد، فالألفاظ هذه عبارة عن كلام الله، والمعنى من عند الله عز وجل، فقوله قريب من قريب ابن كلاب.
أو مرادف له، كلاهما متفق على أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. وأما هذا القرآن وهذه الكتب فهي إما عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو متفقون أنه ليس لله كلام بأيدي عباده يقرؤونه، وإنما هذا كلام الرسول الملكي أو الرسول البشري يعبر أو يحكي عن كلام الله عز وجل. هذا مذهب الأشاعر أتباع أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري كان في الأول من المعتزلة، أخذ الاعتزال عن أبي علي الجبائي وهو زوج أمه، أخذ مذهب الاعتزال عنه، ثم إنه تاب من مذهب الاعتزال وأعلن التوبة في الجامع، بعد صلاة الجمعة أعلن أنه رجع عن مذهب المعتزلة وتبرأ منه، إلا أنه أخذ مذهب الكلابية في تأويل الصفات إلا سبع صفات فقط، ثم إنه هداه الله وتاب من مذهب الكلابية وأخذ بمذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة، فصار من أهل السنة كما ذكر ذلك في كتابه مقالات الإسلاميين، وفي كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهما من آخر ما كتب، فأفصح في هذين الكتابين عن رجوعه عن مذهب الكلابية وأخذه بمذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إلا أنه بقيت عنده بعض الأشياء، ولكن في الجملة هو على مذهب الإمام أحمد ويصرح بذلك، لكن أتباعه الأشاعرة بقوا على مذهبه، على مذهب الكلابية. أتباعه الأشاعرة لم يرجعوا عن مذهبه الأول، بل بقوا على مذهب الكلابية ولا يزالون، وينكرون رجوع أبي الحسن الأشعري، ينكرون هذا، ولكن هذا مصرح به في كتبه ولله الحمد، في كتاب العبانة صريح، وفي كتاب مقالات الإسلاميين لما ذكر مقالات الفرق صرح بأنه على مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة والجماعة. وهذان الكتابان من آخر ما كتب رحمه الله، فالذين ينتسبون إليه الآن هذا الانتساب غير صحيح، لأنه رجع عن هذا المذهب، فهم إنما ينتسبون إلى الكلابية وليس إلى أبي الحسن الأشعري. لو انتسبوا إليه انتسابا صحيحا لرجعوا إلى مذهب أهل السنة. فهذه حاصل المقالات التي ذكرها الشيخ هنا. الأول مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله لفظا ومعنى، ويقولون ليس لله كلام، كما أنه ليس له صفة من الصفات، فليس له كلام، وإنما خلق الكلام في غيره. ولهذا الشيخ يقول كلام الله منه بدأ، هذا رد عليهم، منه بدأ هذا رد على الجهمية، يعني لا من غيره، لم يبدأ من جبريل أو من محمد، وإنما بدأ من الله جل وعلا، منه بدأ، هذا رد على الجهمية. فذكر مذهب الجهمية هو نفي الكلام عن الله لفظا ومعنى، وذكر مذهب كلابية في قوله ليس حكاية عن كلام الله كما هو قول الكلابية، ولا عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعر. ثم ذكر مذهب المعتزلة أيضا يقولون بقول الجهمية، يقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن هذا القرآن مخلوق، والكلام ينفى عن الله، والكلام عندهم هو الحروف فقط دون المعاني، يقولون المعاني لا تدخل في الكلام، وإنما الكلام هو الحروف. فقول الشيخ ليس كلام الله الحروف دون المعاني هذا رد على المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف هذا رد على الشاعرة وعلى الكلابية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه دون الحروف، فإنها مخلوق وملفوظ بها من قبل البشر. الله جل وعلا رد على من نفى عنه الكلام وتوعده بأشد الوعيد، كما ذكر عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه
أعجبه القرآن غاية الإعجاب، وقال ما هذا كلام البشر أبدا. هذا الكلام أنا أعرف كلام الناس، أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف كذا وكذا، ليس هذا من لا هو شعر ولا هو كلام بشر ولا هو سحر، هذا فوق الكلام الذي أعرفه. فلما سمع الناس الكفار منه هذا الكلام أنكروا عليه، فلما رأى أن الكفار وزملاؤه وأصدقاؤه أنكروا عليه فإنه فكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه القرآن غاية الإعجاب، وقال ما هذا كلام البشر أبدا. هذا الكلام أنا أعرف كلام الناس، أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف كذا وكذا، ليس هذا من لا هو شعر ولا هو كلام بشر ولا هو سحر، هذا فوق الكلام الذي أعرفه. فلما سمع الناس الكفار منه هذا الكلام أنكروا عليه، فلما رأى أن الكفار وزملاؤه وأصدقاؤه أنكروا عليه فإنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر، من أجل أن يوافق زملاءه من الكفرة ويجامله، وهو يعلم أنه كلام الله عز وجل باعترافه أولا. فمن قال إن القرآن من قول البشر فقد شابه الوليد ابن المغيرة الكافر الملحد الذي توعده الله بأشد الوعيد، فليدخل في ذلك الجهمية ومن وافقهم ممن قالوا إن القرآن كلام البشر، تعالى الله عما يقولون. بقي شبهة لا بد من الجواب عليه، وهو أن الله جل وعلا نسب هذا القرآن إلى جبريل تارة وإلى محمد تارة. قال سبحانه وتعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو هذا؟ هذا جبريل. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون. من هو صاحبكم؟ من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون؟ ولقد رآه، أي رأى جبريل في الأفق المبين. ثم قال: وما هو على الغيب بضنين، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بضنين يعني متهم، ليس بمتهم على الغيب فيما يخبر به عن الله عز وجل. فهذه تزكية لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن زكى جبريل. فهذا توثيق لسند القرآن، توثيق لسند القرآن. فالقرآن عن الله جل وعلا، القرآن عن محمد، تلقيناه عن محمد. نعم، تلقيناه عن محمد، أليس كذلك؟ ومحمد تلقاه عن من؟ عن جبريل. وجبريل تلقاه عن من؟ عن الله عز وجل. ففي هذه الآيات أضافه إلى جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي آيات الحاق يقول جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول على الله كما تزعمون وتقولون إن هذا كلام محمد، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لعاقبناه وعاجلناه بالعقوبة، عاجلناه بالعقوبة، لأن الله لا يقر من يكذب عليه أبدا، بل يعاجله بالعقوبة. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم مفتريا على الله أو متقولا على الله لعاجله الله بالعقوبة وأهلكه، كما أهلك مسيلمة الكذاب، وكما أهلك الأسود العنسي وغيرهم من مدعي النبوة والمتقولين على الله، فإن الله أهلكهم وقطع دابرهم وأبطل كيدهم. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أقره وأيده ونصره وأعزه وأكثر من أتباعه، فدل على أنه رسول الله حقا. الحاصل أن الله أضاف هذا القرآن إلى جبريل تارة، وأضافه إلى محمد تارة، وأضافه إلى نفسه. فما الجواب؟ الجواب أن نقول: القرآن هو كلام الله ابتداء، هو الذي تكلم به. أما جبريل فإنه سمعه منه وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمانة،
ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه إلى الأمة بأمانة، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً، فإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة بلاغ، إضافة بلاغ، وأما إضافته إلى الله فإضافة حقيقة، وهو أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الشيخ: فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا إذا جاءك شخص وقال لك، يقول لك فلان تفعل كذا وكذا، جاءك شخص مرسل إليك من شخص آخر وقال لك يقول فلان تفعل كذا وكذا، فالكلام هذا منه كلامه اللي جاب لك ذا؟ هذا كلام المرسل أليس كذلك؟ وهذا اللي جاك هذا يسمى مبلغ، مبلغ، فالكلام هو للأول، أما هذا إنما ذكر لك كلام الأول فهو مبلغ فقط، مبلغ عن المرسل. مثلا إذا قرأ عندك واحد قصيدة امرئ القيس المعلق: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخره، هل القصيدة ذي تنسب إلى هذا الذي قراها عليك ولا تنسب إلى امرئ القيس؟ ليش؟ لأنه هو القائل المبتدي له، هو الذي ابتدأها وأنشأها، أليس كذلك؟ أما هذا الذي يقراها عليك فهو إنما هو مبلغ، فالقصيدة تنسب إلى امرئ القيس لأنه هو الذي قالها، أو الأعشى أو النابغة أو طرفه بن العبد أو غيرهم من الشعراء، فالقصائد لا تزال تنسب إلى أصحاب، وإن كان الناس يقرؤونها ويكتبونها وهي موجودة في الكتب، فليست تنسب إلى من رواها وقرأها، ما يقال هذه قصيدة فلان، وإنما يقال هذه قصيدة امرئ القيس. إذا كان هذا في كلام البشر فكيف بكلام الرب سبحانه وتعالى؟ فجبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فنسب الكلام إليه والقول إليه، قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نسب إليه نسبة تبليغ. وفي قوله إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول تبليغ مبلغ عن الله عز وجل، وإلا فالقرآن هو كلام الله، الله هو الذي تكلم به وحيا وسمعه منه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لأمته، هذا هو سند القرآن العظيم، عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل، عن الله عز وجل، وهو كلام الله، مهما قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور فإنه كلام الله. كما أن القصائد هي قصائد الشعراء الذين قالوها ونظموها، وإن كتبت في الكتب أو أنشدها الناس بألسنتهم أو تناقلوها ورووها فهي قصائد الشعراء الذين نظموها، وليست قصائد الرواة أو قصائد المؤلفين الذين كتبوها في الكتب. هذا شيء معروف عند العقلاء، أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً، وإذا نسب إلى من قاله مبلغاً مؤدياً فإنما هي نسبة بلاغ فقط، لا نسبة إنشاء وابتداء، وإنما هي نسبة بلاغ، وكذلك الشأن في نسبة القرآن في قوله إنه لقول رسول كريم، يعني الرسول الملكي والرسول البشري، إنما هما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام هو كلام الله، سواء قرأته أو حفظته أو كتبته في المصحف فهو كلام الله جل وعلا، لا شك في ذلك. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين لربهم، تكررت في هذه الرسالة، ذكرها الشيخ رحمه الله لما كان ينقل الآيات
الدالة على صفات الله عز وجل، ثم ذكرها لما نقل طرفا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرها هنا على أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلكل موضع من هذه المواضع مناسبة، فذكرها في الأول من باب ذكر صفات الله الواردة في القرآن، وأن من جملتها رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وأن الله يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة. وذكرها في الأحاديث لإثباتها أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرها هنا لإثبات أن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بها وإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة كما تواترت بذلك الأدلة من القرآن كما سبق، ومن السنة كما سبق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر فافعلوا. فهذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر يعني ليلة التمام، ليلة 15 من الشهر، لا يشكون في رؤيته ولا يتضامون تزاحمون، وإنما كل يراه وهو في مكانه. كذلك أهل الجنة يرون ربهم ولا يتزاحمون على رؤيته سبحانه وتعالى، رؤية جلية وفيها إكرام لهم. ورؤية الله أعلى نعيم لأهل الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة على ما هم فيه من النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق لا شك فيه، وإنما ينفي الرؤية المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والسائر الفرق الضالة، ينفون الرؤية عن الله عز وجل بناء على مذهبهم الباطل في نفي الصفات. ولهم من الشبه مثل استدلالهم بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: هذه الآية تدل على نفي الرؤية. ونقول لهم: لا، كذبتم، الآية لم تنفي الرؤية وإنما نفت الإدراك، أليس كذلك؟ لا تدركه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، بمعنى لا تحيط به. فأنت ترى الشمس، هل تحيط بالشمس؟ ترى السماء، هل تحيط بالسماء؟ أنت تراها لكن ما تحيط بها. أنت ترى الجبل من بعد لكن لا تحيط به. فالرؤية غير الإدراك، فالإنسان يرى الشيء ولا يدركه، قد يدركه ويحيط به بالبصر، وقد لا يدركه. فلعظمة الله جل وعلا يرى لكنه لا يدرك، بمعنى لا يحاط به سبحانه وتعالى لعظمته. فهذه الآية يقولون تدل على الرؤية عكس ما يقوله المبتدعة، تدل على الرؤية، لأن الله لم ينفيها وإنما نفى الإدراك فقط، وهو الإحاطة به سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وإن كانت تراه سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في القرآن نفسه في آيات، والقرآن لا يتعارض بعضه مع بعض. الله أثبت في القرآن أن المؤمنين يرون ربهم كما في الآيات التي مرت بكم، فلا يمكن أن تتعارض هذه الآية مع ما سبق: لا تدركه الأبصار، وليس فيها والحمد لله نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك. قالوا: إن الله جل وعلا قال لموسى: لن تراني. موسى عليه السلام لما جاء لميقات الله الذي وعده أن يكلمه على رأسه، جاء للميقات وكلمه ربه وأنزل عليه التوراة، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا: الله قال لموسى لن تراني، فهذا دليل على أن الله لا يرى،
نقول لهم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. موسى طلب من ربه أن يرى تاركهم، أما في الآخرة إذا دخلوا الجنة فإن الله يعطيهم قوى يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل. فالناس في الجنة وفي الآخرة غيرهم في الدنيا. طيب الآن لو دخل واحد النار مجرد ثواني أو ثانية واحدة، أليس يحترق ويموت؟ لو دخل واحد النار والعياذ بالله أو اشتعلت به النار، فما هي إلا ثواني أو ثانية واحدة وإذا هو فحمة ميت، أليس كذلك؟ لكن الكفار في النار والعياذ بالله يخلدون فيها، يخلدون فيها ولا يموتون. فالآخرة غير الدنيا، الآخرة والأجسام في الآخرة غير الأجسام في الدنيا، ولا تقاس الدنيا على الآخرة. فموسى عليه السلام إنما طلب رؤية الله في الدنيا، قال الله جل وعلا لن تراني، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين له ذلك. ولكن انظر إلى الجبل، الجبل أصم وشامخ وجامد، جبل جبل هنا أقوى من الجبل في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني ترابا، الجبل صار تراب، ذاب الجبل لتجلي الله له. فكيف موسى يستطيع أن يتجلى الله له سبحانه في الدنيا؟ فإذا كان الجبل لم يصمد وصار ترابا، وصعق موسى بمعنى غشي عليه عليه الصلاة والسلام، خر موسى صعقا غشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله جل وعلا لم ينفي الرؤية مطلقة، وإنما نفاها في الدنيا، حيث إن الناس لا يستطيعون رؤية الله جل وعلا، كما أن الجبل لم يصمد لما تجلى الله له وهو جماد، فكيف باللحم والدم والعروق البشرية؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله لم ينفي الرؤية نفيا مؤبدا، وإنما قال لن تراني، ولن لا تقتضي النفي المؤبد، وإنما هي للنفي المؤقت. ما قال لا تراني، هذا نفي مؤقت، لا تراني أو لا يراني أحد، هذا نفي مؤبد، لكن قال لن تراني، ولن إنما هي للنفي المؤقت لا للمؤبد. والدليل على ذلك أن الله أخبر أن اليهود لا يتمنون الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هذا في الدنيا. في الآخرة يتمنون الموت، إذا دخلوا النار يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. في الآخرة إذا دخل الكفار النار ينادون مالك خازن النار، ملك من الملائكة خازن النار، يقولون يا مالك، اسم خازن النار، ادعوا لنا رب ليقضي علينا، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فتمنوا الموت في الآخرة مع أنهم في الدنيا لن يتمنوا ولا يتمنون، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، والتي في الآية لن تراني يعني في الدنيا، فهو نفي ليس مؤبدا. ولهذا يقول ابن مالك كافية الشافية، ابن مالك له قصيد، له منظومتان فيه، له منظومتان في النحو، الأولى الكافية الشافية وهي 3000 بيت أو أكثر، واختصرها في الألفية، اختصر الكافية الشافية في الألفية 1000 بيت، سماها الخلاصة، سماها الخلاصة. يقول في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني ليست للنفي المؤبد، وسواه وهو أنها للنفي المؤقت فاعضد، يعني أيد، أخذا من القرآن الكريم في هذه الآيات ومن لغة العرب، فإن لغة العرب تجعل لن للنفي المؤقت، أما غيرها من أدوات النفي فهو للنفي المؤبد، والذي في الآية إنما هو النفي بلن، لن تراني. ثالثا أن موسى عليه السلام وهو كليم الله ورسول الله لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، فلولا أن الرؤية جائزة لما سأل ربه، ولكن الله، والله لم ينكر عليه سؤال الرؤية، الله لم ينكر عليه سؤال الرؤية، وإنما بين له أنه لا يستطيع الرؤية،
لم يقل لا تسأل هذا السؤال كما قال لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالله أنكر على نوح عليه السلام سؤاله، أنكر عليه سؤاله: فلا تسألني ما ليس لك به علم. لم يقل لموسى: لا تسألني الرؤيا، وإنما قال: لن تراني، يعني بيّن له أنه لا يستطيع الرؤيا، وضرب له المثل في ذلك في الجبل. فلولا أن الرؤيا جائزة لما طلبها موسى عليه السلام، لأنه لا يطلب شيئا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بربه هو كليم الله. والله لم ينكر عليه السؤال، وإنما كما أنكر على نوح عليه السلام، وإنما أنكر عليه، وإنما بيّن له أنه لا يستطيع الرؤية في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات. هذا الجواب عن شبهتهم في فهمهم لهذه الآية الكريمة: لن تراني، وأن هذا نفي مؤقت في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، لأن الله يعطيهم قوة وقدرة يستطيعون بها رؤية الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة في مشهدين: المشهد الأول في عرصات القيامة، عرصات القيامة، والمراد بالعرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع. فعرصات القيامة يعني مكان المحشر، سميت عرصات لأنها مكان واسع ليس فيه جبال وليس فيه منخفضات وليس فيه أشجار، فهي عرصة واسعة يحشر فيها الخلق يوم القيامة. فإذا جمع الخلائق في هذه الساحة الواسعة الممتدة المستوية فإنهم يرون ربهم، يتجلى الله جل وعلا في هذا الموقف، ويراه المؤمنون، وقيل أيضا يراه الكفار ويراه المنافقون في هذا الموقف، لأن هذه ليست رؤية إكرام ولا رؤية جزاء، وإنما هي رؤية الله أعلم بالحكمة فيها. وقد يكون ذلك لإبطال أو للرد على الجاحدين والكافرين الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يتجلى في موقف القيامة ويراه الناس، قيل يراه المؤمنون خاصة، وقيل يراه جميع أهل المحشر بما فيهم الكفار والمنافقون، لأن هذا ليس مقام إكرام وإنما هو مقام حساب. أما في الجنة المشهد الثاني الذي يرى الله جل وعلا فيه فهو في الجنة فقط، ولا يراه إلا المؤمنون في الجنة، لا يراه إلا المؤمنون في الجنة. وهذه رؤية إكرام ومجازات على إيمانهم بالله عز وجل، حيث آمنوا به وهم لم يروه في الدنيا، وإنما آمنوا به بناء على أخبار رسله وبناء على آياته الكونية التي رأوها دالة على ربهم سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهم آمنوا بالله بموجب آياته الكونية وآياته القرآنية، آمنوا بالغيب، آمنوا بالله وهم لم يروا سبحانه وتعالى، فجازاهم الله في الدار الآخرة أنه يتجلى لهم ويرونه عيانا إكراما لهم وإنعاما لهم على إيمانهم. فالحاصل أن المؤمنون يرون ربه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. أما من أنكره فإنه ليس من أهل السنة ولا من الجماعة، وإنما هو من المبتدعة، إنما هو من المبتدعة، إما جهمية وإما معتزلة وإما غيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول عن أي صفة من صفات الله تعالى إنها صفة قديمة كالخلق والكلام مثلا، وما المراد بالقدم؟ الأزل، المراد بالقدم الأزل. فالله جل وعلا بصفاته بأسمائه وصفاته قديم أزلي لا بداية له، كما في الحديث الذي مر بكم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الله جل وعلا يقول هو الأول والآخر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فالله بأسمائه وصفاته أول أزلي ليس قبله شيء، هذا معنى القدم، هذا معنى القدم في أسماء الله وصفاته، فهي قديمة وأزلية بقدمه سبحانه وتعالى وأزليته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هل صفة الكلام لله سبحانه صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة فعلية، صفة فعلية من صفات الأفعال، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر حبر تكتب به كلمات الله نفد البحر قبل أن، لأن الله يأمر وينهى ويخلق ويرزق دائما وأبدا سبحانه ويدبر. وفي الآية الأخرى قل ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المراد بكلمات الله هنا كلامه سبحانه وتعالى، كلامه لا بداية له ولا نهاية، يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويدبر ويتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يحصى كلامه سبحانه وتعالى، لا يحصى. نعم. ولا تكتبه البحار والأقلام تنفد قبل نفاده، نفاد كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه صفة من صفاته، فكيف ببقية الصفات؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة في باب الصفات، في باب صفات الله عز وجل، وهي إن كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية؟ نعم صحيح، كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما الوجه وصفة الوجه واليد هذه ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، هذه ذاتية، والعلم والإرادة والقدرة هذه صفات ذاتية، والعلو صفة ذاتية، أما الاستواء صفة فعلية، الكلام صفة فعلية، الخلق صفة فعلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق واضح بين قول الكلابية والأشاعرة الحكاية والعبارة؟ لا فرق، لا فرق بين كلا، المعنى متفق، وهم أنهم الكلابية والأشاعرة متفقون على أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما هذا الكلام الموجود فهذا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. من الذي حكاه أو عبر؟ يقولون هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون. هذا مثل قول الوليد بن المغيرة، قول البشر، هذا قول البشر، نسأل الله العافية. نعم. ما في فرق، الحكاية والعبارة هي عبر عن كذا أو تحكي لنا كذا، إلا أن الحكاية قد تكون أعم، الحكاية بالفعل يمكن تكون بالفعل وتكون بالقول، أما العبارة فلا تكون إلا بالقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الأشياء التي خالف فيها أبو الحسن الأشعري أهل السنة بعد توبته؟ بقيت عنده بعض الأشياء مثل مسألة الكلام النفسي، هذه أظنه لا يزال عليها، كلام النفسي لا يزال عليها، كذلك كلامه في الرؤية أيضا فيه شيء من الخلل، كأنه يثبت أن الله يرى لكن لا في جهة، فيثبت الرؤية دون الجهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح من الأقوال في رؤية الكفار والمنافقين لله في عرصات القيامة؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه ليست رؤية إكرام ولا رؤية نعيم، فإذا ثبت أنهم يرونه فإنه رؤية غير رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المعاندين يردون الآيات التي فيها إثبات صفة رؤية الله سبحانه وتعالى. بعض إيش؟ بعض المعاندين يردون الآيات التي فيها إثبات صفة رؤية الله سبحانه وتعالى. ما في شك. نعم. ويؤولونها بتأويلات كقوله، فيؤولون قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن المراد بالزيادة زيادة النعيم والفرح، فماذا نقول لهم؟ الحمد لله، إذا كانوا ينكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله فهذا كفر والعياذ بالله، الرسول فسرها، وإذا فسرها الرسول فلا تفسير لغيره أبدا، الرسول فسر الزيادة بأنها رؤية المؤمنين لربهم، والحديث في صحيح مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأشاعرة والكلابية ينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة؟ نعم، لا ينكرونها مطلقا، الأشاعرة الكلابية ما أدري عنهم، لكن الأشاعرة يقولون يرى لكن لا في جهة، لا يثبتون جهة العلو، لا يثبتون العلو لله، يقولون يرى في غير جهة، وهذا محال، هل هناك شيء يرى وهو في غير جهة؟ هذا محال، هذا من التمحل الباطل. نعم. المسائل التي يذكر أن أبا الحسن رحمه الله باق عليها
قضية الكسب، يقول إن أفعال العباد كسب لهم ولا تسمى أفعالا لهم وإنما تسمى كسبا، وأهل السنة يقولون هي أفعالهم فعلوها باختيارهم، هو يقول لا إنها كسب، ولا فرق بين الكسب وبين الأفعال. ولهذا يقول أحد العلماء اللي يأتون بنكتة، يقول مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة لذوي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي. أولها الكسب الذي عند الأشعري، وما له حقيقة، ما في فرق بين الكسب والفعل، هو يقول لا في فرق. نعم. كيف نرد على الرافضة الذين يقولون بقوله تعالى إلى ربها ناظرة، أي منتظرة بحساب الله تعالى؟ يقول هذا ليس في لغة العرب ولا حتى في لغة العجم، ما فيه إلى ربها ناظرة، أن معناها النظر إلى نعمه، الإلى بمعنى جمع آلة وهي نعمه، إلى يعني يقولون جمع إنها جمع للنعم، آلائه يعني نعمه. نقول هذا ليس في لغة العرب ولا في لغة العجم ولا في لغة أمة من الأمم. النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإلى ليست جمع وإنما هي حرف، ما قال هذا أحد من أهل اللغات، ما قال أحد من أهل اللغات البشرية إن إلى تكون جمع، وإنما هي حرف جر. نعم. لو تكلمتم عن معنى الاشتراك في الصفات. نعم. لو تكلمتم عن معنى الاشتراك في الصفات. اشتراك في اللفظ والمعنى فقط، أما الحقيقة والكيفية فلا اشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل لا اشتراك بين صفات المخلوقات بعضها مع بعض، فصفات البعوضة غير صفات الفيل والجمل، وإن كانت مشتركة في المعنى ومشتركة في اللفظ، فالبعير له يد ورجل وله عينان له، لكن ليس كرجل البعوض وعين البعوض، والبعير له سمع وبصر وليس كسمع البعوض، والصغار الحشرات ليس سمع الفيل والبعير كسمع الحشرة الصغيرة، ولا أعضاؤه كأعضائها، ولا إدراكه كإدراكها. إذا كان هذا التفاوت في البشر في المخلوقين، يعني إذا كان هذا التفاوت في الخلق، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ التفاوت عظيم. البصائر لا شك إن الخلق المخلوق له سمع وله بصر، والله جل وعلا له سمع وله بصر، المخلوق له يد، الله له يدان، والله جل وعلا له يدان، المخلوق له وجه، الله جل وعلا له وجه. اشتركا في اللفظ والمعنى، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. صفات المخلوق تليق بهم وصفات الخالق تليق به، ولا يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ، بما يوافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة يخالفونهم في كثير، وإنما يوافقونهم في أشياء محدودة، إثبات الصفات السبع فقط، يثبتون سبع صفات ويقولون دل عليها العقل، وما عداها من الصفات ينفونه، يقولون لأن العقل لا يدل عليها، فهم إنما وافقوا أهل السنة والجماعة في نزل يسير في باب الأسماء والصفات، ويختلفون معهم في كثير من أصول الدين. الإيمان هم مرجئة، يقولون بأن الإيمان هو التصديق في القلب فقط دون النطق باللسان والعمل بالأركان، يقولون التصديق في القلب فقط، فهم مرجئة من شر المرجئة بعد الجهمية. وفي التلقي هم يعتمدون على العقل في عقائدهم، ولا يحتجون بالأحاديث الصحيحة، يسمونها أحاديث الآحاد. أهل السنة يحتجون بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا، في العقائد أو في غيرها، هم يقولون لا في العقائد لا، ما نحتج بأحاديث الآحاد ولو كانت في البخاري، ولو كانت متفق عليها بين المحدثين لا نحتج بها. هذا ضلال والعياذ بالله، كثير يخالفون أهل السنة في كثير. نعم. كيف الجمع بين رؤية الكفار وربهم في عرصات القيامة وبين قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ نعم، يحجبون في النار والعياذ بالله، يبون عن رؤية ربهم ولا يرونه أبدا. أما رؤيتهم إياه في العرصات إذا ثبت فهي ليست رؤية إكرام، وإنما هي رؤية عامة يراه الخلق
فيها سبحانه وتعالى الكفار وغيرهم، ليست رؤية إكرام ونعيم. نعم. فضيلة الشيخ، هل في آية البقرة قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة دليل على رؤية الكفار لله تعالى؟ لا ينظرون، هذا ما هو النظر بالبصر، ينظرون يعني ينتظرون، هذا من الانتظار، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. المنافقون يكونون في ظلمة والمؤمنون في نور، يسيرون إلى الله إلى المحشر في نور، والمنافقون يكونون في ظلام يتعثرون، فيقولون للمؤمنين لا تستعجلون انتظرونا حتى نقتبس من نوركم ونستضيء بنوركم ولا نتعثر في طريقنا. فهل ينظرون معناها ما ينتظرون. نعم. فضيلة الشيخ، ما نوع من في قول المؤلف رحمه الله منه بدأ؟ ابتدائية، من ابتدائية لابتداء الغاية. نعم، وليست تبعيضية وإنما هي ابتدائية. نعم، أن القرآن ابتدأ نزوله من الله سبحانه وتعالى والتكلم به من الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ، الذين قالوا بتأويل الصفات هل يخرجون من مسمى الإيمان؟ يختلفون، منهم من يخرج كالجهمية، الجهمية كفار عند كثير من أهل السنة، من أئمة العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، سميت عالم كفروا الجهمية. أما بقية الفرق فتختلف، منهم الدعاة المعاندون، هؤلاء يكفرون، أما المقلدون وأما المتأولون الذين ظنوا أنهم على حق فهؤلاء يضللون ولا يكفرون، اليوم تفصيل. نعم. فضيلة الشيخ، هل العرش أول الخلق أم القلم؟ وما الجمع بين قوله تعالى وكان عرشه على الماء وقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم؟ قال له اكتب أكمل، قال له اكتب، ما هو أول ما خلق الله القلم وسكت، بل قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالحاصل أنه سبق لكم الخلاف، وابن القيم يقول في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهملان، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. يشير إلى الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. فقوله وكان عرشه على الماء ألا يدل على أنه قبل الكتابة وقبل وجود القلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقبلون النسخة بعد الانتهاء من قراءته باعتبار أنه كلام الله؟ هو كلام الله بلا شك، ويجل ويعظم ويكرم، لكن تقبيله لم يرد فيه دليل، ما عليه دليل، فعله بعض السلف لكنه اجتهاد منه، ما في دليل على تقبيل المصحف. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الرؤية في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين فكيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم سيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان؟ هذا القيامة خاصة بالمؤمنين فكيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم سيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان؟ هذا حساب، هذا في الحساب، يكلمه ربه في الحساب يحاسبه. نعم، ولا يلزم من الحساب الرؤية. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي روابط الهجر والمفاصلة بين المسلم وأخيه حيث إنهم لم يختلفوا في أصول الدين ولكن اختلفوا في بعض الفروع؟ الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل معصية فإنه يشرع عند المصلحة، إذا كان في الهجر مصلحة يعني يردعه عن معصيته أو عن مخالفته يهجر، أما إذا كان ليس فيه مصلحة وإنما قد يزيد شره ومعصيته فإنه لا يهجر بل يناصح ولا يهجر. أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا فإنه لا ينبغي، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام فقط، إذا كان ولا بد فإنه يهجر 3 أيام هذه رخصة، والأحسن إنه ما يهجره من أجل الدنيا، لكن لو كان ولا بد ففي حدود 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا في الأمور الدنيوية، والحاجات النفسية
أما إذا كان من أجل الدين فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان في الهجر فائدة ونصيحة وزجر يوجب، أما إذا كان يترتب عليه مضرة ويزيد شر المهجور فإنه لا يهجر ولا يجوز الهجر في هذه الحالة. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.